جدد تحيه حضراتكم مشاهدينا ومشاهدي اون تايم سبورتس وملاعب الابطال. نبدأ فقرتنا الاخباريه، واول خبر معانا النهارده من الاتحاد الدولي للريشه الطائره اللي قرر للاسف تاجيل بطوله العالم لفرق السيدات اللي كان مقرر اقامتها الشهر المقبل لاجل غير مسمى. الحقيقه ده حصل بعد انسحاب عدد كبير جدا من المنتخبات بسبب الحاله الموجوده في العالم كله وتفشي فيروس كورونا. الاتحاد الدولي خد هذا القرار، قرار تاجيل البطوله، بعد ما عقد اجتماع مع الدنمارك باعتبارها الدوله اللي هتستضيف هذا الحدث، واتفقوا بالفعل على هذا القرار بدون ما يحددوا ميعاد بديل لميعاد هذه البطوله. البطوله المفروض هتشهد مشاركه منتخبنا الوطني، وبعد ما حصد المركز الاول والميداليه الذهبيه في البطوله الافريقيه الاخيره اللي اقيمت في مصر، وكانت قرعه البطوله اسفرت عن وقوع منتخبنا الوطني المصري فيها المجموعه الاولى بجانب منتخبات اليابان وتايوان واسبانيا. طبعا حظوظ سيئه جدا لمنتخبنا الوطني للريشه الطائره اللي بالفعل يعني مشاركته كان في هذه البطوله كانت تاتي بعد انجازات كبيره جدا حققها في البطوله الافريقيه. كنا بنتمنى مشاركته في بطوله العالم وان هو يقدر يحقق العديد والعديد من الانجازات في هذه الرياضه، رياضه الريشه الطائره.